هاجموا على دار احمد ماهر، حركوه. شوفوا شوفوا الاولاد. شو مالك يا عمو؟ شو مالك؟ شو مالك؟ خلاص يا حبيبي خلاص. الآن من دار أحمد ماهر بسنجل، صوتين حركوا البيت جميعا. يا أخوان، جميع أهل البلد تقريبا عند دار أحمد ماهر، اللي بيقدر يجي يجي. إحنا حاليا عند دار أحمد ماهر. خالي اضربهم في معاك. المستوطنين حركوا دار احمد. بس افتح هذا الباب يا زلمه. وين المطبخ احمد؟ يا عم الناس